عسلامة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم ولاية سوسة تحتفل باليوم الجهوي للعلم، هذاك علاش احنا اليوم في مقر ولاية سوسة جينا لتغطية هذا الحدث. وكنا فخر واعتزاز بهذه الكوكبة النادرة التي تحمل مشعل الخير. ذاته حدث، علاش حدث؟ لأن باش نكرموا أبنائنا وبناتنا الأعزاء اللي نجحوا، واني شخصيا يعني نحب الامتياز، نحب التألق. هذوما أبناء وبنات ولاية سوسة نجحوا، امتياز ممتاز لولاية سوسة، نجحوا في المراتب الأولى، وبطبيعة الحال في الكلمة حبيت نضامن معاهم في المجهود متاعهم. وتعرف اللي حتى شيء ما ينجم يضاهي العلم، والعلم والثقافة والتقدم راهي مبنية على أسس أنه الإنسان يقرأ روحه. ويكذب عليك راه المقولة اللي يقول لك كذا تقرأ وكذا، لا، القراية والعلم يبقى دائما من الأسس متاع البلدان المتقدمة. فحينئذ نعتقد أن اليوم هو تكريم للأخيان هذوم لأبنائنا وبناتنا، وكذلك شجعتهم باش يواصلوا العمل. ما يلزمش الواحد يعني على خاطر هو جلول ربما يرخ شوية، لا، يلزم ديما الانطلاقة، ديما البحث عن الأفضل والأحسن. وأعتقد أن يوم العلم هذايا هو في تكريس القيم هذه، ولكن كذلك تكريس أنه العلم والثقافة تبقى من أهم مقومات تقدم للشعوب والبلدان. طبعاً أنا كلمة زادة توجهت بها بالشكر لأصحاب المؤسسات في إطارك البرنامج متاع المؤسسة صديقة المدرسة، وقلنا يعني طول فاز انت عديت هذه متاع مناول، وفما مجهود كبير يذكر فيه، يشكر نشكروهم الأخيان ورؤساء المؤسسات. لكن كذلك نواصل العمل، لأنه ما يلزمناش معناها نقولوا هاوسن، لا، يلزم ديما نحاولوا باش نحسنوا، باش المدارس نتاعنا تكون نظيفة، تكون أحسن. ومن توا يعني إشارة الانطلاق أنه من التروا أو تبدأ السنة الثانية متاع تحسين المؤسسات التربوية متاعنا لبناتنا وأولادنا الكل يقراوا فيها. شكرا وبارك الله فيك، يعطيكم الصحة. سميرة بن خزل، مندوبة الجهوية للتربية بسوسة. اليوم نحتفل طبعا كما في الجهة الكل وفي الوطن بصفة عامة بيوم العلم الجهوي، واللي نحتفلوا به بالمتفوقين في المجال امتحانات الوطنية، وفي المجال زادة تألقات السنوية على مدى سنة في الأنشطة الثقافية والرياضية. احنا نعرفوا اللي جهة سوسة كانت نتائجها دائما مشرفة، والسنة هذه كانت زادة مشرفة أكثر باعتبار أنها تقدمت على نسبة النجاح الوطنية ب 6.5 به. المهم أنه نأمل في ظل الإصلاح التربوي الجديد، وفي ظل التغيرات اللي باش تقع في الزمن المدرسي وفي الخارطة المدرسية وفي توفير ديوان الخدمات المدرسية، أن النتائج في جهة سوسة خاصة تتحسن أكثر وأكثر، باعتبار أنه عنا إطار تربوي قيم جدا، عنا محيط من متفقدين ومساعدين بيداغوجيين عندهم قيمة علمية وقيمة بيداغوجية، أكيد باش توفر لنا نتائج أحسن ومشرفة جدا على الصعيد الوطني. وإن شاء الله يا ربي تكون أولاد ديما منورين ومكتسباتهم عالية على مستوى عالمي. عسلامة مدى. عسلامة. نشوفوك ما شاء الله حاضرة مع ابنك اللي هو تكرم من قبل سيد الوالي، شنو تنجم تحكينا يعني على التكريم هذي، شنو مثلك وتحكينا على تجربة هذي؟ والله تجربة بيا، ويشجعوا الحقيقة تلامذة، ويشجعوا الأولياء باش معناها يعاونوا، يعني الأولياء يتعاونوا ولادها، والأولادك كيك معناها يكونوا معني تشجعهم الحكاية هذه متاع الجواز، وحاجة بادرة باهية معناها الحقيقة، بادرة حلوة يعني كما قالت، يشجعونا هكا باش نكملوا القدام، والوالدين اللي تعبوا تقام ديما موتيفيه مع أولادهم، وكل هيك حاجة باهية يعني ياخو بها الواحد السفل متاعهم للو جديد ويغزر التكريم هذه تفرح به الوالدة. بالطبيعة يفرح به الوالدة والوالد والفاميل الكل هيك، الحمد لله. معناها هي مش ليلي يعني كي جاني الميساج ديجا فرحت، ومعناتها واحد ياخذ ديما السفل نتاعو بالحكايه هذه مليح يتنفس، وتو معناتها مازال واحد الخطوه الاولى، مازالوا برشا خطوات اخرين واول اثنين هذه معناها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فان هذه يعني الجائزه تمثل لي فائدة كبيرة وتشجعني على المواصلة على هذا المنوال والاتباع
والتفوق في الدراسة وعدد المسابقات، وتشجعني على إضافة العديد من المجهودات إلى المجهود الذي قدمته وهو الفوز بالجائزة الأولى جهوياً على تحدي القراءة العربي. هذه الجائزة يعني تشجعني على القيام بكثير من أعمال مفيدة، وتشجعني على العلم والتفوق والتميز دائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدين الكرام، نوصل إلى نهاية تغطيتنا اليوم لهذا الاحتفال اللي يقع تكريم فيه المتفوقين في البكالوريا في اختصاصات أخرى من كافة معاهد ومدارس ولاية سوسة، ونتمنى لهم التوفيق. إلى اللقاء. We'll be right back.